أهلا بكم إلى الأخبار وفي عناوينها. ارتقاء المزيد من الأطفال الشهداء بقصف إسرائيلي على جنوب ووسط القطاع، والمقاومة تواصل التصدي في رفح وتقصف مواقعه في نتسارين. وإسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تشعل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، إصابات بين الجنود والمستوطنين. وبن كفير يقول ما يحصل هو إفلاس، ولابيد يؤكد احترق الرادار. حزب الله يكثف عملياته ضد الاحتلال ويقصف مقرا قياديا مستحدثا وتجهيزات تجسسية، والشباك يتحدث عن إطلاق 1000 صاروخ الشهر الماضي على الشمال. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي تكشف عنه للمرة الأولى. مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لدعم مقترح بايدن. سموتريش وبن كفير يلوحان بالاستقالة في حال قبول الصفقة، وتظاهرات إسرائيلية جديدة تطالب نتنياهو بصفقة تبادل. باقري كني يلتقي وفدا قياديا من الفصائل الفلسطينية في بيروت، ويؤكد استمرار طهران في دعم المقاومة، والوفد يثني على دور إيران الداعم للمقاومة والشعب الفلسطينيين. اثنان واربعون يوما بعد المئتين والاحتلال على عدوانه ومجازره بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة، فيما المقاومة على تصديها البطولي رغم العدوان والخذلان. إلا من جبهات إسناد واصلت نصرة غزة، لا سيما من جنوب لبنان، حيث أشعلت المقاومة مستوطنات الشمال ليحترق معها الردع الإسرائيلي باعتراف مسؤولين في تل أبيب. نبدأ من غزة إذن، حيث انضم في الساعات الماضية 3 أطفال إلى قافلة شهداء العدوان على القطاع، إضافة إلى عدد من الشهداء الآخرين والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي الذي شهدته مناطق مختلفة في القطاع، لا سيما في مخيم البريج الذي كان الاحتلال قد نسف أحد الأبراج السكنية فيه. وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في الحي، فيما قصفت المدفعية بشكل عنيف حيي الدرج والزيتون في مدينة غزة بالتزامن مع قصف نفذته زوارق الاحتلال باتجاه ساحل مدينة غزة. وفي رفح جنوبا استشهد عدد من المدنيين من بينهم أيضا أطفال. أي بنك أهداف اليهود، أي بنك الأهداف، بنت 3 سنين عمرها، 3 سنين ايش ذنبها هذه؟ ايش ذنبها؟ ايش عاملة؟ احكوا لي، احكوا لي ايش عاملة هذه الصغيرة؟ ايش عاملة؟ ايش عاملة سوي فيها هيك هذه؟ ايش عاملة؟ ايش عاملة هذه الصغيرة هذه؟ ايش عاملة؟ والله أني بريئة يا روان، أنا أني بريئة. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي شلوا أرضهم، حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم.
ومن غزة التي تواصل المقاومة رغم المجازر والآلام إلى جبهة الإسناد اللبنانية التي أشعلت مستوطنات الشمال نصرة لغزة، إذ التهمت الحرائق مساحات واسعة في 15 موقعا، وفيما واصلت الحرائق إلى المنازل في كريات شمونة. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 6 جنود و5 مدنيين نقلوا إلى مركز طبي في شمال فلسطين المحتلة بعد إصابتهم بالاختناق خلال المساعدة على إخماد الحرائق في الشمال. وقد أظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحجم الهائل للنيران المشتعلة في مستوطنات كريات شمونة وشلومي وكفر قلعادي والمطلة. وقد نقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين في تلك المناطق احتراق نحو 1200 دونم، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل المنطقة سيستغرق سنوات عديدة. في غضون ذلك تصاعدت الانتقادات لحكومة نتنياهو ووزرائه، حيث اعتبر زعيم المعارضة يير لابيد أن ما وصفه بلهيب الشمال احترق معه الردع الإسرائيلي، واصفا الحكومة الإسرائيلية بحكومة التسيب والأكثر تهتكا في تاريخ البلاد، ومتهما وزير الأمن القومي المسؤول عن الإطفاء بن كفير بالتقصير. من جهته قال بن كفير إن ما يحدث الآن في الشمال هو إفلاس يعكس إدارة فاشلة لكابينة الاختلاط واستمرارا مباشرا لما وصفه بسياسة الشمولية والتناسب، مضيفا أنه بدلا من الانحناء أمام حماس حان الوقت لأن يشتعل لبنان، كل لبنان على حد تعبيره. الآن إلى جنوب لبنان مع مراسل الميادين هناك الزميل علي مرتضى. مرحبا بك علي، آخر الأخبار والتطورات لديك حتى الآن. صباح الخير محمد. في آخر التطورات العسكرية، يعني كان الهدوء الحذر والذي يعم الجبهة منذ ليل أمس تقريبا. الآن أطلقت دبابة مركافة قذيفة مدفعية باتجاه أطراف بلدة علمة الشعب، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة أخرى أيضا باتجاه أطراف بلدة النقورة. هذا الاعتداء خرق طبعا الهدوء الحذر الذي عم الجبهة منذ ليل أمس، إلا أننا كنا بالأمس أمام يوم حارق لشمال فلسطين المحتلة مع محاولات الاحتلال لإحداث حرائق في الجنوب اللبناني. في البداية دعني أعد العمليات العسكرية ومن بعدها ندخل إلى موضوع الحرائق، لاسيما بعض الأمور التفصيلية في هذا الموضوع. العمليات العسكرية التي نفذها حزب الله بالأمس وصلت تعدادها إلى 10 عمليات عسكرية. 3 عمليات عسكرية استهدفت انتشارات جنود في خلة وردي، كان هناك انتشار جنود استهدف. أيضا في شتولة كان هناك تجمع لجنود الاحتلال تم استهدافهم أيضا بالأسلحة الصاروخية. وحرش عداثر أيضا استهدف بنيران مباشرة من لبنان باتجاه تجمع للجنود. في عداثر كان هناك صباحا آلية تتحرك في ذاك الجبل تم استهدافها بصواريخ موجهة احترقت بمن فيها في ذاك المكان. استكملت المقاومة إجهازها على الأجهزة التجسسية في موقع الملكية، حيث استهدفت هذه الأجهزة ودمرتها تدميرا كاملا. كذلك كان هناك استهداف لمباني يستخدمها جنود الاحتلال، ولا سيما في مستوطنة شلومي، حيث تم استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال. بالأمس شهد عملية عسكرية أو عمليتين عسكريتين نوعيتين. بالبداية دعني أقول بأن المسيرات الانقضاضية بالأمس لوحدها، العمليات التي استخدمت فيها المسيرات الانقضاضية هي 3 عمليات عسكرية. تم استهداف المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل. هذا المبنى أو هذه الفرقة، هذا المقر، كانت تتواجد تتخذ مركز لها مبنيين في الجليل. تم استهداف هذين المبنيين وهما للقيادات على فكرة، وتم استهداف أماكن تموضعهم واستقرار ضباطهم وجنودهم، وأصيبوا إصابة مباشرة مما أدى إلى احتراق المبنى ووقوع جنود الاحتلال
بين قتيل وجريح. إذن في البداية دعنا نتحدث عن الحريق الذي اندلع في الجليل يعني في إصبع الجليل في المقر القيادي المستعدد للجبهة الشرقية في فرقة الجليل. حزب الله قصف هدفا عسكريا. النيران امتدت من هذا المبنى للأحراش وفعلت ما فعلت بشمال فلسطين المحتلة، ولكن حزب الله بحسب بيانه وتأكيداته بأنه استهدف هدفا عسكريا وهو المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية. وكذلك كشف حزب الله بالأمس عن شيء بقي غامضا كثيرا يوم الأحد. يوم الأحد إذا تذكر كان هناك فيديوهات وصور عن هجوم واحتراق نيران في نهارية لمبنى، وطبعا بدأت التساؤلات ما إذا كان حزب الله قد وصل إلى نهارية وضرب هذا المبنى أم لا. حزب الله كشف بالأمس بأنه بالفعل يوم الأحد شن هجوما بمسيرات انقضاضية، ولكن هذا الهجوم استهدف هدفا عسكريا جنوب ثكنة ليمان. المسيرات وصلت إلى ذاك الهدف وانفجرت على الأرض رغم محاولة العدو اعتراضها بصواريخ القبة الحديدية. وهنا يكشف حزب الله للمفارقة بأن ما رأيناه بالفيديوهات وظننا جميعا حتى الإسرائيليون ظنوا بأن هذا هو طائرة انقضاضية ضربت المبنى، في الواقع هذا صاروخ فشل في اعتراض الطائرة وسقط على المبنى الإسرائيلي في نهارية وأحرقه. بالمختصر الجيش الإسرائيلي في نهارية هو أحرق المبنى، فيما حزب الله كان يستهدف هدفا عسكريا جنوب ليمان ووصل إلى هذا الهدف وضرب هذا الهدف كما يؤكد البيان بأن المسيرات وصلت إلى الأرض. وطبعا هذا له ما له يعني من التحليل بفشل القبة الحديدية، لأننا كنا قبل ذلك شاهدنا بأن هناك صاروخ يوم الأحد صاروخ اعتراضي سقط في بلدة حولة اللبنانية، ومن ثم سقط هذا الصاروخ الاعتراضي في نهارية وأحرق هذا المبنى. طبعا الجيش الإسرائيلي حاول التغطية على فشله بالاعتراض هذه الطائرة وعلى حتى استهدافه لمبنى إسرائيلي يعني في نهارية ما أدى إلى احتراقه عبر القول بأنها مسيرة انتحارية، ليكشف حزب الله حقيقة هذا الأمر. بعد يوم ترك حزب الله الإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يتحدثون ويوضحون ويقدمون سيناريوهاتهم، والاثنين تحدثوا عما حدث يوم الأحد، وهذا جزء طبعا من الحرب النفسية التي يمارسها حزب الله. أيضا الطائرات الانقضاضية استخدمت بالأمس على موقع المطلة، تم استهداف خيمة كانت موجودة يعني مش بداخل الموقع ولكن مختبئة يعني خلف الموقع، هم يحاولون أن يتدارون بعيدا عن الموقع. تم استهداف هذه الخيمة بمسيرة انقضاضية وتمت إصابتها إصابة مباشرة. تلاحظ بأن العمليات العسكرية على قدم وساق، والعمليات العسكرية ضاغطة كبيرة للغاية. المشهد بالأمس وهو الذي يعني احتل عناوين نشرات الأخبار هي الحرائق التي انتشرت في كل شمال فلسطين المحتلة. إن كان في الجولان السوري المحتل خسر العدو 10,000 دنم من الأراضي، كذلك في محيط كريات شمونة احترقت، أفرغت المستوطنون الذين كانوا يعني بضع مستوطنين كانوا لا يزالون في كريات شمونة، أصدرت الأوامر بالإخلاء، وصلت الحرائق إلى المنازل. كان هناك فيديوهات لصراخ المستوطنين لهربهم من أماكن الحرائق، حتى على الأوتوسترادات العامة وصلت هذه الحرائق وقطعت الطرقات أمام عدم قدرة للجيش الإسرائيلي ولفرق الدفاع الإسرائيلي على إطفاء الحرائق. وهنا ملاحظة هامة للغاية، إسرائيل تمتلك طائرات، يعني أي دولة تمتلك طائرات هليكوبتر تقوم بإلقاء المياه لإطفاء الحرائق، ومنهم ما يقوم بإطلاق مواد أخرى لإطفاء هذه الحرائق. غابت هذه الطائرات كليا عن حرائق الشمال. أعتقد بالتحليل بأنهم يخافون من استهداف هذه المروحيات في أجواء شمال فلسطين المحتلة، ما أدى إلى اعتمادهم على فرق على الأرض، فرق الدفاع المدني، لأن كبر الحريق لم يستطيعوا السيطرة عليه. هنا في الجليل الغربي كان هناك مفارقة يعني في الحقيقة هي مضحكة قليلا، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي وكنا هناك على الأرض ونقلنا عبر الميادين مباشرة، أطلق قذائف فسفورية على أحراج في محيط علم الشعب، يعني بين الظهيرة وعلم الشعب. الهواء للمفارقة كان جنوبيا، وبالتالي توجهت النيران والدخان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى اشتعال نيران في الجليل الغربي واشتعال الجليل الغربي كما حدث في كريات شمونة. وبالتالي يعني هم وقعوا في الفخ الذي نصبوه للبنان فاحترقت أراضيهم في تلك المنطقة. في المقابل كان هناك العديد من الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، أذكر منها غارة المسيرة التي استهدفت سيارة على الطريق بين كوثرية الرز والزريري منطقة أبو الأسود، كذلك غارة استهدفت دراجة نارية في منطقة النقورة، وغارة من مسيرة استهدفت اللبوني. أما غارات الحرب فقد ركزت بالأمس الطيران الحربي الإسرائيلي ركز على سلسلة من الغارات باتجاه مرتفعات ريحان،
أكثر من منطقة مرتفعات الريحان، منطقة أبو راشد، منطقة الجبور، تعرضت وبالتزامن كان هناك غارة على مدخل بلدة ميدون في البقاع الغربي، كذلك غارتين استهدفتا الناقورة بعد يعني بعد المغرب، وفي الصباح كان هناك غارة باتجاه حنين وغارة باتجاه أطراف عرمتا. يلاحظ بأن العدو الإسرائيلي منذ أيام يقوم بخرق جدار الصوت بشكل يعني يومي، سبت أحد اثنين، اليوم ثلاثاء لم يخرق حتى اللحظة، ولكن بالأمس خرق مرتين فوق كل مناطق الجنوب الغربي. خرق جدار الصوت يؤدي إلى إحداث صوت يشبه الغارة، الجميع يعتقد بأن الغارة بجانبه وبعدها يتبين بأنه جدار صوت، وواضح بأن الهدف من هذه الأمور هي الضغط النفسي على المواطن الجنوبي الصامد في هذه المعركة المندلعة منذ 8 أشهر. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزميل علي مرتضى مراسل الميادين في جنوب لبنان. ما تأثير الحرائق في شمال فلسطين المحتلة وما انعكاساتها الميدانية؟ الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية هاني الدالي والتفاصيل. الأهم من ذلك أخي الكريم حول الحرائق أنها تسبب أضرار معنوية على المجتمع الإسرائيلي، وكوارث أيضا يعني في الجانب الطبيعة والجانب أيضا المادي، وكذلك أيضا تؤثر على الجانب العسكري، لأنه واضح أن المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع حساسة ومهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإخفاء خسائره، وهذه الصور تؤكد أن إسرائيل، أنا أقول لك إسرائيل أصبحت واضح أنها مردوعة من هذه العمليات، وما تقوم به القبة الحديدية من فشل من تصدي للصواريخ. إذن قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مرابض مدفعية الاحتلال في الزعورة في الجولان السوري المحتل بعشرة صواريخ الكاتيوشا، وهاجمت بمسيرة انقضاضية موقع المطلة حيث أصابت إحدى خيامه إصابة مباشرة، كذلك هاجمت بمسيرات انقضاضية المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل مستهدفة مبناه القيادي وأماكن تموضع ضباطه وجنوده، ما أدى إلى نشوب النيران فيها ووقوع الجنود بين قتيل وجريح، واستهدفت مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة شلومي، كذلك أصابت إصابة مباشرة التجهيزات التجسسية في موقع المالكية، واستهدفت انتشارا للجنود في حرج شتولة وانتشارا في حرج عداثر وتجمعا لجنود الاحتلال في خلة وردة، ودمرت المقاومة آلية عسكرية في جبل عداثر بالصواريخ الموجهة موقعة طاقمها بين قتيل وجريح، وفي هجوم عند غروب الأحد استهدفت المقاومة بمسيرات انقضاضية هدفا جنوب ليمان، حيث وصلت رغم محاولة اعتراضها بصواريخ القبة الحديدية التي سقطت بعضها في نهارية محدثا أضرارا فيها. ما أهداف توسيع المقاومة الإسلامية لمروحة أهدافها والتركيز على كريتشمونة والقواعد العسكرية؟ محلل الميادين للشؤون العسكرية والأمنية العميد شارل أبي نادر. إذا لاحظنا كريتشمونة هنا تقريبا هي تقريبا المستوطنة الأكبر في إصبع الجليل الشمالي، ونلاحظ أحمد أن إصبع الجليل الشمالي هو المنطقة المتداخلة أو الأكثر تداخلا في الجغرافيا اللبنانية باتجاه منطقة المطلي، باتجاه منطقة الخيام، منطقة فاركلة وامتدادا إلى النبطية، أو باتجاه المناطق الداخلية للقطاع الأوسط تقريبا باتجاه وادي سلوقي أو باتجاه وادي الحجير أو باتجاه منطقة تبنين في هذه المنطقة، والتي هي أساسا كانت محاور لتقدم العدو في اعتداءاته السابقة. نعود لموضوع كرياتشمونة. كرياتشمونة هي تقريبا المستوطنة الأكبر، هي التي تمسك منطقة المطلي، منطقة المرج تقريبا، منطقة مارجليوت، هي مستوطنة يعني أصغر منها، والبعد الشعبي أيضا والبعد ربما التاريخي لكرياتشمونة يعطي نقطة حساسة معنويا بأن استهداف كرياتشمونة يؤثر بشكل كامل على حركة المعارضة أو حركة التحفظ أبناء الجليل المستوطنين من الجليل ضد الحكومة. يعني اختيار كرياتشمونة دائما طبعا كما قلنا لأهداف ميدانية عسكرية دائما يكون هناك قيادات أساسية لكتائب أو لسرايا رصد واستطلاع متقدمة، ولكن أيضا البعد الشعبي في كرياتشمونة له تأثير ربما أكثر من غيره على الموضوع المتعلق بالسياسة على موضوع نتنياهو. يعني نلاحظ في متابعة هذا الموضوع دائما رئيس مستوطنة كرياتشمونة أو المسؤولين يواجهون أو يتهمون مباشرة رئيس الحكومة دون تراجع في هذا الموضوع، يعني التأثير هو سياسي وإعلامي أيضا
أيضا مثل ما هو تأثير ميداني وأمني. ومن مقاومة جنوب لبنان إلى مقاومة غزة التي تواصل تصديها البطولي، وقد أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية متمركزة داخل موقع كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وفجرت منزلا مفخخا في قوة أخرى راجلة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، واستهدفت جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق زلاطة في منطقة الشوكة بالمدينة. كتائب القسام استهدفت كذلك قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة. كذلك أعلنت قصف حشد لقوات الاحتلال واستهداف جرافة عسكرية من نوع D9 في المنطقة نفسها. هذا ونشرت القسام مشاهد لالتحام مجاهديها مع جنود الاحتلال وآلياته في مخيم جباليا. كتائب القسام أعلنت كذلك أن مجاهديها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم أعد مسبقا داخل أحد المنازل بمخيم جباليا بعبوة تلفزيونية ولغم T6 من مخلفات قوات الاحتلال، وفور دخول هذه القوة إلى المنزل وتفتيشها لإحدى الغرف انفجرت بها العبوة ما أوقعت كامل القوة بين قتيل وجريح، حيث تحول أحد الجنود إلى أشلاء إثر هذا الانفجار. وقد نشرت القسام جانبا من تجهيز المنزل وتشريكه قبل استدراج القوة إليه. القسام نشرت مشاهد استهداف قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة رجوم وبقذائف الهاون.
ونشرت القسام أيضا مشاهد دك حشود العدو المتوغلة في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بقذائف الهاون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استمرارا في معركة طوفان الأقصى دكوا تحشدات العدو حتى تحقيق مطالبنا العادلة. بسم الله، الله أكبر. السلام على الشهداء كلما وهنت إسرائيل ودولة. بسم الله، ارمي ارمي اتقى الله. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، الله أكبر. وفي شمال القطاع نشرت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين مشاهد استهداف مجموعة من جنود الاحتلال كانت متحصنة في مبنى بمخيم جباليا. إلى الضفة الغربية حيث زفت كتائب شهداء الأقصى مقاومين استشهدا في اشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة طولكرم بالتزامن مع اقتحام هذه القوات عدة مدن وبلدات فلسطينية. وقد تصدى الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية قبل انسحابها في وقت لاحق بعد اعتقالها عددا من الشبان، كما اعتقلت شبانا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، فيما تصدى لها مقاومون بالنيران في بلدة برقة شمال غرب نابلس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس. مراسلة الميادين أفادت بانسحاب قوة الاحتلال من المخيم بعد اقتحامه وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. كتائب شهداء الأقصى زفت من جهتها الشهيد المشتبك آدم فراج الذي ارتقى بعد اكتشافه قوة إسرائيلية خاصة في مخيم بلاطة. إلى جبهة الإسناد اليمنية حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية قصفها هدفا عسكريا إسرائيليا في مدينة أم الرشراش إيلات جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ فلسطين البالستي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ أصاب هدفه. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وأثر ذلك خرج عدد من المستوطنين في تظاهرة بتل أبيب احتجاجا على إعلان الخبر ولتشديد المطالبة باستعادة من تبقى من الأسرى عن طريق التوصل إلى هدنة بشكل فوري. المتظاهرون قطعوا الشارع قرب مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة وحثوه على قبول صفقة بايدن. وكان نتنياهو قد أصر في تصريح له على مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس على حد تعبيره. نحن نعمل بطرق لا حصر لها لإعادة رهائننا، أفكر فيهم طوال الوقت، أفكر في أسرهم، في معاناتهم، ولهذا السبب قطعنا شوطا طويلا من أجل إعادتهم، ولكن في سياق هذا العمل حافظنا على أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس، ونحن نصر على استكمال هذا وذاك، إنه جزء من الخطوط العريضة، وهو ليس شيئا أقوم بإضافته الآن بسبب تعرضي لضغوط في الائتلاف، فهذا أمر اتفقنا عليه بالإجماع في حكومة الحرب. من جهته وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هدد بتفكيك الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة بايدن. وفي مؤتمر صحفي قال بن غفير أن خطة الرئيس الأمريكي تعني إنهاء الحرب على غزة من دون القضاء على حركة حماس ومن دون تحقيق أهداف الحرب. إذا لم يكن هناك اتفاق لإنهاء الحرب، فلما ترفض أن تطلعني على المسودة التي وعدت بإطلاعي عليها؟ سبب الإخفاء يمكن أن يكون سببا واحدا فقط، هذه مسودة صفقة سيئة، وهناك الآن نوع من المحاولة لتلميعها. أقول لرئيس الوزراء، إذا وقعت اتفاقا سيئا من شأنه أن ينهي الحرب من دون القضاء على حماس كما قررت الحكومة نفسها، فإن القوة اليهودية ستحل الحكومة. لن أجلس في حكومة ترفع الراية البيضاء وتنهي الحرب ولا تعود إلى القتال. لا أستطيع أن أرى نفسي جالسا في مثل هذه الحكومة، بالعكس أرى نفسي أحل مثل هذه الحكومة. بدوره وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وصف مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن بالخطر، محذرا نتنياهو من أنه سيعارضه بكل قوة إذا اختار الهزيمة وفق تعبيره. الاقتراح الذي قدمه كابينت الحرب مجرد من الصلاحيات ومخالف للقانون ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية. إذا تبنت الحكومة اقتراح الاستسلام فلن نكون جزءا منها، وسنعمل لاستبدال القيادة الفاشلة. من جهتها دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يدعم اقتراح إنهاء القتال في غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن العديد من الزعماء والحكومات بما في ذلك في المنطقة أيدوا هذه الخطة، داعية مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق من دون إبطاء ومن دون شروط أخرى. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن إسرائيل مستعدة للمضي بكل الشروط التي قدمتها للتوصل إلى اتفاق وتبادل الأسرى. وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني قال بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن الأسرى المطروح الآن على الطاولة يقدم خريطة طريق لإنهاء الأزمة.
مستشار الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال من جهته إن الولايات المتحدة تنتظر الرد الرسمي من حماس لقبول الصفقة التي تمنح حماس ما تبحث عنه وهو وقف إطلاق النار. ننتظر الرد الرسمي من حماس لقبول الصفقة التي تمنح حماس ما تبحث عنه وهو وقف إطلاق النار. هناك اقتراح جديد يجري العمل عليه، ويمكنني أن أقول لكم إن الإسرائيليين يؤيدون هذا الاقتراح الجديد تأييدا كاملا، وكما كان الحال من قبل فإنهم على استعداد للتعامل بحسن نية بشأن هذا الأمر، ولن أخوض في تفاصيل ذلك. أعتقد أنك تستطيع أن تفهم السبب، ولكننا نعمل بجد لمعرفة ما إذا كنا لا نستطيع أن نجعل الطرف الآخر يتجاوب معه. زعماء مجموعة السبع قالوا إنهم يؤيدون وسيدعمون وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى في غزة الذي أعلنه بايدن، دعينا حماس إلى قبوله. وذكر البيان أن الاتفاق سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية وضمان ما سماه مصالح إسرائيل الأمنية. وأكدت المجموعة التي تتولى إيطاليا رئاستها الدورية دعمها لمسار موثوق يقود إلى حل الدولتين. بالتوازي، أكد وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات بشأن جهود الوساطة في بيان مشترك ضرورة وقف العدوان وعودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة. البيان شدد على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي، ولفت إلى أن الوزراء ناقشوا خلال اجتماع افتراضي جهود التوصل إلى صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد اعتبر في تصريح له عقب لقائه نظيره الإسباني أن الطرح الأمريكي الحالي جدير بأن يقبل لما يؤدي إليه من وقف لإطلاق النار. نحفز الطرفين إسرائيل وحماس بقبول هذه الخطة، والتصريحات المبدئية لحماس بأنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، وننتظر الآن الرد من قبل إسرائيل ونستمر في التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كان الولايات المتحدة أو قطر أو شركائنا الأوروبيين وغيرهم. اتصال هذا التواجد بمعبر رفح، هناك موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج. مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رسمي أبو عيسى أكد حرص المقاومة على وقف العدوان، لكن وفق ورقة واضحة، مؤكدا في مقابلة مع الميادين أن الرئيس الأمريكي يعمل في موضوع المفاوضات وفق ما تتطلبه حملته الانتخابية. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي في هذه الحرب، وأن الرئيس الأمريكي هو الذي يرأس كابينيت الحرب وليس نتنياهو، وأن بلينكين هو عضو أساسي وأهم عضو في كابينيت الحرب، وبالتالي كل ما يصدر عن الولايات المتحدة نحن نضعه في إطار يعني هذه الحملة الانتخابية لبايدن. بايدن يرى في أكثر من 150 ألف شهيد ومفقود وجريح وبلد كامل مدمر، يرى فيهم مجرد ورقة في حملة الانتخابية، وبالتالي نحن بالتأكيد لا نثق لا في الإدارة الأمريكية ولا فيما تقدمه. إلى شمال القطاع، حيث يتعمد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف البنى التحتية خصوصا آبار المياه في شمال غزة. محمود العوضية والتفاصيل. نقف هنا في معسكر جباليا أمام أحد آبار المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي والتي تغذي منطقة معسكر جباليا شمال قطاع غزة بالمياه. الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير البنية التحتية الخاصة بكافة مناطق شمال قطاع غزة للمرة الثالثة من اجتياحه لهذه المناطق.
لا شك أنه هذه المرة كانت تدمير شامل. هذه المرة الثالثة التي يجتاح الاحتلال الإسرائيلي منطقة جباليا وشمال غزة، لكن هذه المرة مغايرة حيث تم تدمير معظم مخيم جباليا بالإضافة إلى مناطق واسعة من بيت لاهيا إلى طبعا بيت حنون يعني مدمرة من قبل. وبالتالي يعني هذه المرة تختلف الأمور. الآن أصبح لدينا ما يزيد عن 50,000 وحدة سكنية مدمرة في شمال غزة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 35 بئر مياه، أيضا ما يزيد عن 200 كيلومتر من الطرقات تم تدميرها وتجريفها شامل البنية التحتية شبكات المياه والصرف الصحي. كذلك دمر ما يزيد عن 35 بئر مياه رئيسي تعتمد عليه مدينة محافظة شمال غزة بشكل أساسي، وتدمير ما يزيد عن 15 مضخة صرف صحي. فهنا أنت تتحدث عن إعدام لمقومات الحياة في القطاع البنية التحتية، وكذلك تدمير الشوارع الرئيسية والفرعية. المواطن الفلسطيني في شمال قطاع غزة اضطر لقطع مسافات طويلة من أجل توفير مياه الشرب التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر. نحن بنعاني كثير من الوصول إلى المي، يعني وصفنا كلها محروقة ومبهدلة، مش لاقيين نشطف الصف، مش لاقيين نشرب، مش لاقيين إشي في المدرسة. زي ما أنت شايف مناش ماء، وين بدنا نروح؟ اضطرينا هنا كان في بير مي، دمروا الاحتلال. والله اضطر علينا كثير، يعني فيش عندنا مي نشرب، فيش عندنا مي نغسل صفوفنا اللي حرقونا إياها، واضطرينا نجي على المدارس مناش ماء، وين بدنا نروح؟ والمي يعني طلع ماشي مشوار بعيد، وانا والله عندي غدروف بحمل قان المي من مسافه بعيده لبعيده يعني عشان اشرب اولادي، وين بدنا نروح؟ ربنا يفرجها علينا ويهدي بالنا يا رب. محمود العوضيه، معسكر جباليا، شمال غزه، الميادين. قدمت السلطة الفلسطينية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة طلبا للانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة. وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن دولة فلسطين قدمت في قلم المحكمة طلبا للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا. وفي هذه الأثناء تواصلت التظاهرات العالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وقد شهدت مدينة تطوان في المغرب تظاهرة حاشدة رفضا للتطبيع والإبادة في غزة. وانتشرت على مواقع التواصل مشاهد لمواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن التي حاولت منع المسير بحسب هذه المواقع. إلى الولايات المتحدة، حيث احتجزت الشرطة الأمريكية 70 محتجا أمام القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو. وكانت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قد دخلت ردهة هذه القنصلية احتجاجا على العدوان المستمر على غزة. وفي الولايات المتحدة أيضا، أعلن طلبة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الإضراب اليوم رفضا للعدوان المستمر على مدينة رفح، مطالبين بوقف هذا العدوان ووقف تسليح كيان الاحتلال. من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، حيث واصل الطلاب في جامعة أوكسفورد احتجاجاتهم، وقد طالبوا الجامعة بالتخلي عن المصالح الإسرائيلية ووقف التواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. إلى كندا، حيث أقام طلاب وأعضاء في هيئة التدريس بجامعة تورونتو حفلا تكريميا للطلاب الفلسطينيين الشهداء في غزة. وفي الحفل الذي أقيم قبل حفل التخرج الرسمي للجامعة، وضعت قبعات التخرج على الكراسي الفارغة وقرأت أسماء الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة العدوان وهم في سن الجامعة، كما رفع بعض الطلاب الأعلام الفلسطينية أثناء تسلمهم شهاداتهم.
Sahar Hamdan. طلابنا يطلبون من الجامعة الكشف عن شركات الأسلحة التي قتلت قنابلها العديد من طلاب غزة وسحب استثماراتها منها وقطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية التي تواطأت في تطوير أنظمة الأسلحة التي دمرت كل جامعات غزة. غزة في قلوبنا، وهذه في الواقع ليست مناسبة أو لحظة سعيدة للكثيرين منا. استثمارات جامعة تورونتو تخدم مصالح إسرائيل، هذا ليس حيادا. أموال الطلاب الفلسطينيين هنا تذهب إلى شركات تصنيع الأسلحة التي ترتكب جرائم بحق أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، وهذا أمر مقزز وعلينا أن نقف ضده. أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني استمرار إيران في دعم المقاومة في فلسطين والمنطقة، وخلال لقائه وفدا من الفصائل الفلسطينية في أثناء زيارته بيروت. قال باقري كني إن القضية الفلسطينية هي في رأس أولويات إيران. وضم وفد الفصائل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائبه محمد الهندي ونائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية والقيادي في الحركة أسامة حمدان ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي والأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان. اختار وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لبنان أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه على إثر استشهاد الوزير الراحل حسين أمير عبد اللهيان. زيارة في دلالتها وتوقيتها توضح مدى عمق العلاقات اللبنانية الإيرانية بحسب ما أكده باقري كني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. الوضع في جنوب لبنان إضافة إلى العلاقات الثنائية حضرت في مباحثاته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. التعاون بين البلدين موجود دائما وكثيرا ما كانت الجمهورية تهدف إلى دعم الاستقرار والأمن والتقدم في لبنان. العلاقات الوثيقة بين البلدين مؤشر رئيس إلى الاستقرار في المنطقة والمقاومة كذلك هي أساس الاستقرار في المنطقة. محادثات باقري كني مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب مثلت أيضا فرصة لطرح مبادرة تتمثل في الدعوة إلى عقد اجتماع للدول الأعضاء في مجلس التعاون الإسلامي من أجل اتخاذ خطوة جماعية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، عدوان شدد أبو حبيب على تطابق الرؤى بشأنه مع إيران ولا سيما في حجم تقويضه استقرار المنطقة. وكان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين مما يقوض الفرص السلام العادل والشامل في المنطقة. دعم إيران الثابت للمقاومة الفلسطينية شكل محور لقاء أجراه باقري كني مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية. مهما حاول من يحاول ويسعى للتفرقة نحن لا نلتفت إلى ذلك لأننا نعرف من يقف بجد مع القضية الفلسطينية ومن لا يقف، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أشرت نهجها ثابت وهي مستمرة في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني. يؤكد باقري كني استمراره على نهج الشهيد عبد اللهيان في سياسة إيران الخارجية مع تشديده على أن هذه السياسة ثابتة ولا يبدلها تغير الأشخاص. تأكيد إيراني على دعم استقرار لبنان وأمنه، رسالة حملها وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني إلى المسؤولين اللبنانيين، رسالة لم تخلو من التشديد على تمسك إيران بثوابتها في دعم حركات المقاومة ضد إسرائيل. أحمد عبد الله، بيروت، الميادين. مشاهدينا بهذا تنتهي النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.